جعلنا في حضرة يا ذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولأهدك من الحرور ولحقك وحقه من المؤدين ولأهدك من الحافظين اللهم إن لنا ما في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا ودنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك برسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وواسره وولاه وظاهره وأم ببركة وشرف جهه اولادنا ووالدينا واهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وادم رايه الدين القويم في جميع الاقدار منشورا ومعلم الاسلام والايمان باهلها معمورا معنى نصورا واكشف اللهم كربك المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين اجمعين واكفي شر المؤتدين والظالمين وافسد العدل بولاة الحق في جميع النواحي والاقدار وإدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحزن الحزين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا بالعمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخيرنا أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سر الأسرار الفاتحة